بجدارتها وكفاءتها استطاعت إثبات قدرتها على إدارة المناصب والمهام البرلمانية والوزارية في شتى المجالات المختلفة. المغردون تفاعلوا على موقع تويتر اليوم مع الذكرى 13 لحصول المرأة الكويتية حقوقها السياسية، والتي تصادف غدا يوم 16 من شهر مايو، والتي أقرت في جلسة تاريخية في أرجاء قاعة عبد الله السالم بمجلس الأمة الكويتي، حيث منحت حقوقها السياسية لتكون بحق نصف المجتمع، وذلك عبر ممارستها لهذه الحقوق. المغردون تفاعلوا مع يوم المرأة الكويتية التي عكس نجاحها من خلال حصولها على مكانة كبيرة على الخريطة السياسية في البلاد في أولى خطوات القيادة والمشاركة الفعالة في المشهد السياسي، مشيدين بدورها الكبير في بناء المجتمعات والأوطان وبصمتها الواضحة في المجالات الثقافية والاجتماعية والنقابية.